ولكن حنايا كنقولوا بان لا ثقه الا في الوثيقه. بالنسبه للمسيره اليوم فهي استجابه للنداء الذي وجهته التنسيقيه الوطنيه لطلبة الطب في المغرب، التنسيقيه تمثل تقريبا 15,000 طالب طب مغربي، واللجنه الوطنيه للاطباء الداخليه والمقيمين والتي تمثل حوالي 5,000 طبيب داخل ومقيم في المستشفيات الجامعيه بكافه المدن المغربيه، نتحدث عن 5 مستشفيات جامعيه و7 كليات للطب. هذه المسيره جاءت للدحض وتفنيد كل الاشاعات التي روج لها خلال الايام الاخيره والتي تفيد بايجاد حل وان الطلبه صفوفهم انقسم وتراجعوا عن النضال في سبيل الموافقه على ما قدمته لهم الوزاره. هذه المغالطه تحاول الوزاره الوجهه، نحن مستمرون في نضالنا لانه لحد الساعه ليس لدينا شيء موثوق وملموس بايدينا، مجرد بلاغات، مجرد كلام يعبر عن اراء اصحابه، لم يتم استشارتنا فيه، لم يتم الاخذ براينا، ضرب بشهرين من الحوار في عرض الحائط. نحن نطالب بمحضر اتفاق موقع من طرف الوزيرين يلتزمون فيه بتنفيذ مطالبنا والموافقه عليه وتحديد سقف زمني لاجراءاته. واللي ما حافظوش راه نجري عليه من المسيره، راكم كلكم عارفين. كلشي يهز علامه التحيه، كلشي. وما نسمح فيه من غير عليك حضره ربي ما يكون فيه.
الطب يا طلاب، معدات طبية ومعدات طبية.
بين قاع الحنان اسخات الخنان اسخات الخنان حساب المسال حساب العسير حساب العسير والطبيب يقول والهل الوحيد صحة ورا اسم رقية